عليكم وزاني أمين، رئيس جمعية الأدارسة والكاتب العام لتعاونية الإيماء. عندنا مشكل مع غرفة ديال الصناعة التقليدية اللي تتقصينا من المعارض اللي تتنظم مؤخرا. هضرنا مع السيد نائب رئيس السي الفاضل، قالنا كاين تناوب، صبرنا ماشي مشكل، ساعة ما كاين لا تناوب لا والو. مرة أخرى مي هضرنا معاه قالنا كل عضو تدي ثلاثة أربعة من الأصحاب ديالو، واش بهذه الطريقة هذه الغرفة غتمشي؟ هادشي حشومة وعار. تديو الوجوه اللي منتوما منتمية لهم سياسيا وحنا كتعاونية تيقصيونا. مؤخرا كان السيد في المعرض دعي الله، المعرض اللي دوزو ومباشرة صيفطوه لمراكش. علاش؟ زعما حيت حنا في مدينة مراكش، وهذه راه ماشي، هادشي راه ماشي صالح الصناعة التقليدية. السيد الرئيس تنشكروك بزاف، وماشي مشكلة رزق هو الله. تنسولك السيد الرئيس على المعارض اللي تدير، تتفوتهم ديما لواحد الشركة السيد الرئيس، علاش ما تديرش طلبات عروض؟ علاش السيد الرئيس؟ شنو كاين؟ ثاني حاجة، السي هشام رئيس لجنة المعارض اللي مشى شهرها للإمارات، واش هو أصلا صانع؟ إلا عنده شي محل ديال الصنعة أنا مستعد للمتابعة قضائيا. المعارض الخارجية الاستفادة ديال الأعضاء ديال الغرفة ابتداء من الدنمارك بالتناوب، تركيا، إسبانيا، الإمارات، فرنسا، وإقصاء جميع الصناع التقليديين. إحنا تتعطيونا المعارض هنا وما تتعطيهم غير اللي تنتميوا لكم سياسيا. إحنا درنا عدة طلبات، طلب لقاء بالسيد الرئيس، ها هو باسم التعاونية وباسم الجمعية، تنتسناو رد ديالك السيد الرئيس على هادشي. وتلاحظوا بان المعارض الصناعة التقليدية كاين منتوجات شينوا، اللي عندي اكثر من 10 ديال الصور الشينوا، ولا بغيتي نوريها لكم مستعد نوريها لكم في المعارض الصناعة التقليدية. بالنسبة لمعرض الخشبة السيد الرئيس اللي طاح بديك الميزانية الضخمة، واش استفدت منه النجارة؟ ولا غير نديرو اسبوع نهضروا فيه الميزانية ونصوروا؟ هاد الصناع التقليديين ما محتاجينش لديك الشيء السيد الرئيس، محتاجين الاسابيع ماشي اسبوع واحد نهضروا فيه الميزانية الكبيرة في الاكل والشرب وما غير الى ذلك. وفي الاخير تنشكركم، وتنعرف بان الاقصاء غايزيد يطاني، ولكن الحمد لله راه ما غنسكتوش، لان حنا بلاد ديمقراطية وما غاديش نسكتوا نهائيا. وخا تقصيونا وتعاودوا تقصيونا، راه حنا كنا وطنيين وتنتميو لهاد البلاد هادي، وسيدنا الله ينصرو ما يبغيش هادشي. وشكرا.